حرية للتعبير في العراق، هكذا يرى بعض من يدافع عن حقوق الصحفيين، فأبواب الانتهاكات والاعتداءات لم تغلق بعد، فهي مفتوحة لمن يعمل في هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر والتي وصفتها بعض المنظمات العالمية بالأخطر في العراق، بعد استشهاد عدد ليس بالقليل منهم وتعرض العشرات للإصابات التي انتهت كثيرا منها بالإعاقة. أرقام خطيرة جدا لحالات الاعتداءات، ليسجل في العام 2017 200 حالة والقائمة تطول. ليست هناك حرية صحافة في العراق، ما حاليا اللي موجود في العراق هو فوضى، وهناك عمل في مساحات محددة من هذه الفوضى. هناك مؤشرات خطيرة لتراجع حرية العمل الصحفي في العراق، وبشهادات دولية طبعا، أخص بالذكر يعني تقرير فريدم هاوس، منظمة فريدم هاوس التي وضعت العراق في مذيل الدول المنطقة في ما يتعلق بحرية العمل الصحفي. لشديد الأسف يعني بعد أمل ب يعني امتد 15 عاما بولادة دولة ديمقراطية تراعي حقوق الصحفيين، تراعي حرية التعبير أو مشاكل، اليوم نشاهد هذا القمع الكبير الذي تعرض له المتظاهرون والتضييق الكبير في الحريات الصحفية. السفارة الفرنسية ببغداد أكدت على استمرارها بدعم كل من يسلك طريقا يؤدي إلى حرية التعبير، خلال مؤتمر ضم عددا من الإعلاميين وشبكة المحامين المتطوعين لحرية التعبير التي تضم 100 محام منتشرين في عموم البلاد، يقومون بالدفاع المجاني عن كل صحفي يتعرض للمساءلة القانونية جراء نشره أو تداوله خبرا ما. القسم الثقافي يدعم الحريات، يدعم الفنون، يدعم الثقافة بصورة عامة، كل هذه المواضيع جدا مهمة بالنسبة لنا، ونحاول قدر الإمكان أنه ندعم أي جهة ممكن تطلب أنه أي مشروع لتطوير المجتمع العراقي والواقع اللي نمر به. بعض القوانين النافذة بان حكم النظام السابق لا تنسجم مع كثير من بنود الدستور الجديد، وهو ما تعمل عليه بعض المنظمات والمؤسسات التي أناطت بنفسها الدفاع عن أبناء السلطة الرابعة، سعية لتعديل هذه القوانين وإتاحة فرصة وحق الوصول إلى المعلومة. هذا المؤتمر هدفه الأساسي هو ترسيخ مبادئ حرية التعبير بشكل عام، ومن ثم جمع الجهود بين المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حرية التعبير. ممكن احنا نوجه هذا البيان الختامي اللي راح نصدره الى مجلس النواب العراقي لمتابعة القوانين وتعديلها، ونقدمها ايضا الى السلطة التنفيذية رئاسة مجلس الوزراء اللي هي راح تراعي وتشوف انه كيف يتم انتهاك حرية التعبير. الا يكفي وقوع 437 صحفيا شهيدا أثناء تأدية أعمالهم وواجباتهم منذ العام 2003، وتعرض المئات من العاملين حتى اللحظة إلى عمليات التهديد والملاحقات القانونية والشخصية، ألا يستحق أبناء الأسرة الصحفية تشريع سيل من القوانين والقليل من الامتيازات كتقدير وضمان لجهودهم؟ أسئلة كثيرة يطرحها من يمارس مهنة الحقيقة والشقاء حتى اللحظة إلى الجهات المعنية، وبانتظار جواب شافيا لها. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.